لانطلاقة الشوط الثاني. إذن ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الثاني للجيادة الإنتاج المحلي هانديكاب تصنيف من 0 إلى 75 بانطلاقة تجمع 6 من الجياد اللوكل. لزاز كالعادة ينطلق من البوابة الأولى وهو يتصدر سباق من البداية، وثم يأتي مقصود في المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنالك أيضا كويشن مارك ووحيد وبينيلوبيتسو في المركز الخامس، وتأخر لغافية في هذا الشوط. إذن حتى الآن لزاز لا زال هو اللي يتصدر السباق من بدء الانطلاقة وحتى الآن، وبينيلوبيتسو تأتي في المركز الثاني في آخر 2 فرلونج. إذن لزاز لا زال هو اللي يتمسك بمجريات هذا الشوط، وبينيلوبيتسو تأتي في المركز الثاني، بينما من وسط الجيال هنالك وحيد أيضا قادم بقوة. إذن لزاز في آخر 4 فرلونج فعلا هو اللي يتصدر السباق، بينما المركز الثاني وحيد، ومن جهة السيال هنالك بينيلوبيتسو. إذن لزاز هو اللي يتصدر السباق، بينما غافية أيضا قادمة بقوة لانتزاع هذا الشوط. فعلا غافية هي بطلة الشوط الثاني، فعلا لزاز في المركز الثاني، وحيد في المركز الثالث، بينما المركز الرابع بينيلوبيتسو. So the result for the second race after His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa Cup, the winner is number 2, Ghafia Andrew Elliott. Second is number 1, Lazaz Abdullah Faisal. Third is number 6, Wahid Hussein Makki. And fourth is number 3, Pinelopitsu, Jimmy Queen. So the result is 2-1, 6-3. مثل ما يقولون مشاهدينا الكرام، كان خط النار فعلا كان أداء رائع من قبل الجميع دون استثناء. كان هناك على موعد لزاز، ولكن كانت هناك المفاجأة ويذهب هذا الكاس مباشرة بأداء رائع للملاح وبقيادة أندرو يوليت وقافية، أصبحت ذات قافية مميزة ما بين أخذ وعطاء، ولكن في النهاية حسمت الشوط في خط النهاية أبو حسن. غافية بنفس الأسلوب ونفس السباق، نعم. طبعا اللي هي تغلبت على لزاز اللي هو دخول قوي، وأندرو قاري الشوط وسبق